السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. كنت وعدتكم في الحلقة اللي فاتت عن الدوري والثمان جولات المتبقية أو الأربع وعشرين نقطة المتبقية ومن سينظر لها من الفرق الستاش جميعا، كيف ستنظر إلى هذه النقاط المتبقية. طبعا في المقام الأول راح تكون المنافسة اللي الآن ربما انحصرت المنافسة بين النصر الهلال والنصر. ليش؟ لأن الفارق بين الهلال والنصر 6 نقاط، وبعدين بين النصر والوحدة الثالث 6 نقاط. أعتقد أنه من الصعوبة جدا أن الوحدة وبينه وبين الهلال 12 نقطة راح يقدر أنه يكسر هذا الفارق. لذلك أعتقد أن المنافسة وأن اللقاء الأول اللي سيكون بين النصر والهلال هذا سيحدد الكثير من الملامح حول مصير الدوري. ففي حال التعادل سيبقى الوضع كما هو، وينتظرون السبع جولات اللي بعده ربما أنه يتغير فيها الوضع. لكن في حال فوز الهلال لا أعتقد أن الوضع سيزداد صعوبة على النصر. في حال فوز النصر ستعود الإثارة، سيكون الفارق 3 نقاط مهمة في 7 جولات المتبقية، ستحدد المصير للفريقين. نعود إلى منافسة أخرى اللي هي الفرق اللي مهددة بالهبوط، أمامها 24 نقطة، تجي للفتح والعدالة وضمك. 3 فرق هذه لابد أن يتغير وضعها، لابد أن يكون استراتيجيتهم تختلف في 8 مباريات القادمة. الفارق ليس بالكثير عن الفرق الأقرب لهم، الفيحاء والاتحاد، لكن وضعهم سيكون صعب في يعني في حال خسارة أي منهم لمباراتين 3، أعتقد أن الوضع وتداركه في تفادي الهبوط راح يكون صعب جدا. لذلك أتوقع أن الإثارة ستكون في لقاءات الفرق الثلاثة ومتابعتهم لبعض مع الفرق الأخرى، ستحظى أيضا باهتمام الكثير والكثير من المتابعين. هذه ملخص لما ستكون عليه العودة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة القادمة. شكرا لكم.